حياكم الله. السلام على الفيلسوف الإنساني والمفكر الإسلامي الشخصية الفذة والموسوعة الحية. السلام على صاحب الفكر والنهج والنتاج المعرفي وقائد الحركات التحررية المعاصرة. السلام على من أثر المكاتب العالمية بآثاره المعرفية وناقش النظريات بمختلف التسميات. السلام على من لم يفرق بين الشيعي والسني. السلام على من خطت دماءه الزاكية طريقا نيرا للأجيال. السلام على من حرر الأمة من غفوتها وحرر إرادتها وأخرجها من حالة الصمت والخنوع إلى الثورة. السلام على من سقط نظام الظلم بيوم رحيله لتتجسد بتضحياته إرادة الباري بانتصار الحق على الباطل ولو بعد حين. محور حلقتنا لهذا اليوم عن ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى قدس سرهما الشريف وسقوط النظام البائد بتقرير للزميل شيبان سام. عندما تكون دماء الشهداء طريقا نحو سقوط الطاغية محمد باقر الصدر، شخصية فذة تركت بصمة واضحة على مسار التاريخ المعاصر. انطلق من رحاب النجف الأشرف عاصمة العلم والعلماء، حيث أثر المكتبات العالمية والإسلامية بنتائجه المعرفية في مختلف المجالات الفقه والأصول. عرف منذ صغره بتحديه للأنظمة الحاكمة ومقارعتها، خاصة النظام البعثي الصدامي المباد. هذه العلامة الكبيرة التي عززت من الدور الإنساني و الثقافي والسياسي للسيد الشهيد الصدر، وبالتالي أصبحت سند، ربما هذا السند نستفيد منه اليوم. أكيد يعني السيد محمد باقر الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه هو كان علامة بارزة في تاريخ العراق الحديث بالتأكيد. يعني كان أولا يعني حقيقة أعطى دفع وقوة ل حركة الثورة الإسلامية في العراق، وبالتالي كان يعني نقطة مضيئة ومميزة لأولا مناهضة والوقوف بوجه نظام مستبد ديكتاتوري عاث في الأرض فسادا. تاريخ 9 نيسان حمل في طياته حدثين مهمين في تاريخ العراق. الأول يوم أقدم النظام المقبور على ارتكاب جريمة إعدام السيد الصدر الأول وشقيقته العلوية الطاهرة في النجف الأشرف، كانت خسارة فادحة تكبدتها الإنسانية جمعاء. والحدث الآخر سقوط النظام الطاغية عام 2003. 9 نيسان ذكرى أليمة تمر على الشعب العراقي، استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى. هذه الفاجعة تذكرنا بالمأساة والجرائم التي ارتكبها النظام البائد ضد رجال الدين بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة بكل أطيافه. حقيقة مارس النظام البائد شتى أنواع الطغيان والظلم والتسلط العنجهي ضد أبناء الشعب العراقي، ولاحظنا الكثير من الممارسات بالذات على رجال الدين المتميزين في تلك الفترة، وكان من أقوى ثمارها استشهاد السيد محمد باقر الصدر. الذكرى تعود في كل عام مفعمة بالحزن وعطر الشهادة،
ذكرى استشهاد قائد نذر حياته من أجل المبادئ السامية ومن أجل الشعب العراقي. بدماء الشهداء وتضحياتهم تبنى الأوطان. الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف بقي حاضرا روحا وفكرا في قلوب الأمة الإسلامية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. للحديث عن محور حلقتنا لهذا اليوم ينضم إلينا في الاستوديو رئيس مركز أفق للدراسات الاستراتيجية الأستاذ جمعة العطواني. حياك الله أستاذ. مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني. حياك الله أستاذ. حياك الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ جمعة، 9 من نيسان ذكرى حزينة لاستشهاد السيد الصدر، وبنفس الوقت هي ذكرى مفرحة لانتهاء حقبة الدكتاتورية. ماذا يمثل هذا اليوم للعراقيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجد التحية بحضرتك. حياك الله جناب الأخ الكريم، وعذر التقدم عليه في الحديث. الله يبارك فيك. القامة الجهادية الكبيرة. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. منتظر الكناني. هذا أدبك تواضعك. ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل، ونبارك للشعب العراقي وشعوب العالم الإسلامي حلول عيد الفطر المبارك، سائلنا الباري عز وجل أن يمن علينا بالخير واليمن والبركة وتحقيق النصر على أعداء الإسلام. اللهم آمين. وتحية موصولة إلى شعبنا العزيز في غزة في فلسطين المحتلة. السيد الشهيد الصدر قدس الله سره هو رجل استثناء في كل شيء، حتى في تزامن إعدامه مع سقوط النظام المقبور تمثل حالة من الاستثنائية، لأننا عندما نتحدث عن السيد الشهيد الصدر نتحدث عن شخصية قد جمعت خصال لم تكن غير متوافرة لدى أقرانه، فهي قليلة عند بعضهم، لأنه عندما نتحدث عن مرجع كبير استطاع أن يستنبط أحكام شرعية وفقهية، واستطاع أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد وهو في عمر لم يتجاوز 3 عقود، وفي نفس الوقت عندما نتحدث عن مرجع يعني أنه يستفرغ كل وقته وجهده حتى يستطيع أن يملأ الفقه الجعفري باستنباطات. نعم. يعني ربما يكاد أن يصل إليها خلال الوقت، لكن في نفس الوقت وجدنا هذا المرجع الفقهي هو مفكر كبير وفيلسوف كبير في نفس الوقت، وهو شخصية موسوعية، وهذا بالتأكيد من النوادر، بل من النادر جدا أن نجد مرجعا يتصدى للفتيا ومفكرا إسلاميا وفيلسوفا إسلاميا. نعم. وفي نفس الوقت يقارع النظام المستبد الطاغوت في العراق. هذه الخصال مجتمعة تجعل من السيد الشهيد قدس الله نفسه شخصية استثنائية بكل المقاييس. نعم أستاذ كامل، أجد الترحيب بحضرتك. حياك الله. مفجر الثورة الإسلامية في العراق، بماذا امتاز في عهدة النظام المقبور؟ ما الذي فعله حتى استفز النظام البائد لهذه الدرجة؟ حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كل عام وأنتم بخير، أنت وجمهورك وجمهور المشاهدين. وأنت بألف خير. وشيخي العزيز الأستاذ الذي أتشرف بأن أرافقه في أي مادة إعلامية. بالحقيقة الشهيد الصدر لم يستفز النظام ولم يتعامل مع النظام كمشكلة قائمة آنية، وإنما بنى الأسس العلمية والاجتماعية لبناء نظرية حكومة إسلامية، لاقتصاد إسلامي، لإدارة شؤون المجتمع بالطريقة الإسلامية. لا. وبالتالي هو طرح نظرية اقتلاع جذور الأحزاب الفاسدة والأحزاب التي تزعم أنها قومية أو اشتراكية أو غيرها، ناقشها فكريا وأفسد مقولتها، ثم بنى نظريته الإسلامية القائمة على حاكمية الله، أن الله هو الذي يجب أن يكون حاكما. حينما خاطب الجمهور، خاطب الجمهور العراقي بمختلف طبقاته الكردية والسنية والشيعية، تحدث عن أتباع عمر وأتباع علي، تحدث عن أخ السني وأخ الشيعي، تحدث عن أخ الكردي وأخ العربي. هذا يعطي انطباع أن الشهيد الصدر شخصية موسوعية مستوعبة لحقيقة الواقع الاجتماعي والسياسي في العراق. ولذا أنا أعتقد أن أطروحته استفزت القوى العالمية، استفزت بريطانيا وأمريكا، وجاء الأمر باغتياله البعثيون أداة تنفيذية ليس أكثر،
وصدام المجرم وجوقته كانوا أداة تنفذ مصالح الاستكبار العالمي. في يوم الشهيد الصدر الآن في احتفال الشهيد الصدر بمناسبة 9/4 ويوم سقوط النظام تتجسد نظرية انتصار الدم المظلوم على سيف الظالم. لا. هذا سيف الظالم وصل إلى يوم يصادف نفس يوم ظلمه وقتله للشهيد الصدر وأخته العلوية، فتبين أحقية هذه النظرية. أنا أعتقد شخصيات مثل الشهيد الصدر ومثل الإمام الخميني رحمة الله عليه مو بمستوى هؤلاء الطواغيت الصغار ينافسوهم ويدخلون وياهم معارك، هذا بمستوى الإمبريالية العالمية كلها تقف في وجهها وتفكر في الخلاص منه. طيب سيد الشهيد الصدر يعني كما تعرض لكثير من الظلم من قبل المجرم صدام خاصة في تلك الحقبة، كيف استطاع أن يصل رسائله إلى محبيه إلى تلاميذه إلى طلاب؟ يعني واقعا الارتباط الشعبي بسماحة السيد الشهيد الصدر كان واسعا وكان عبر قنوات متعددة. كان أولا للسيد وكلاء في أكثر مناطق العراق اللي هم تقريبا تم إعدامهم كلهم، الذين بقوا بالعراق تم إعدامهم كلهم، وثانيا كانت خلايا وخيوط تنظيم حزب الدعوة الإسلامية كان أيضا منتشر في كل المناطق، وكانت هنالك عناصر ارتباط، كان الحج أبو زينب الخالصي أحد عناصر الارتباط، الشيخ محمد رضا النعماني، شخصيات أخرى من كانت عناصر ارتباط توصل هذه التوجيهات والنصائح والآراء. لم يكن هنالك يعني فرصة لغلق هذه النوافذ تماما، بالرغم من أن الأمن شكل مراقبة شديدة، وضع كاميرات ولاقطات في مدخل الحي، ولكن بالنتيجة استطاع الإمام الشهيد الصدر أن يقود هؤلاء الشباب. نعم الحركة الإسلامية في العراق خسرت آلاف الكوادر من الأبطال من المؤمنين من المخلصين، ولكن بالنتيجة نقول أن الإسلام الذي انتصر في إيران هو هذا الامتداد الطبيعي لحركة الشهداء وحركة التضحيات. السيد الشهيد الصدر أوصل أفكاره لقادة الجمهورية الإسلامية التي استفادوا منها وكتبوا الدستور. نعم. باللحاظ الفقرات التي كتبها وأوصلها آية سماحة الله الشيخ التسخيري. نعم. ومجموعة من العلماء الذين استطاعوا الوصول إلى إيران والعمل هنا. كذا نحن أمام منظومة متكاملة مجتمعية أمنية سياسية حزبية وعلمائية استطاعت أن تنقل رسالة الشهيد الصدر إلى أستاذ جمهور. جمعة كيف ربط الشهيد الصدر مبادئه وأفكاره بالثورة الإسلامية في إيران بسماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية؟ واحدة من أكثر مميزات السيد الشهيد قدس الله نفسه أنه لم يلحظ ذاته في مشروعه، وإنما لحظ الإسلام فحسب. ولهذا عندما فند النظرية الرأسمالية من خلال الحوار ومن خلال الأدلة المنطقية والعقلية، وكذلك فند النظرية الاشتراكية من خلال المنطقي والرد الحجة بالحجة، بالتأكيد أوجد البديل. يعني هو لديه طريقان، الطريق الأول فند النظريتين الرأسمالية والاشتراكية على أنها غير قادرة على أن توفر السعادة للمجتمعات الإنسانية. نعم. من خلال الأدلة المنطقية، وبالتالي كل نظرية وضعية كما يقول السيد الشهيد بالتأكيد نجد الأنل صاحب النظرية موجودة، وهذا ما شاهدنا حتى في تجاربتنا خلال عقدين من الزمان. نعم. نجد أن المشرع عندما يضع قانونا ما أن ذات ذلك المشرع موجودة وأن نيته موجودة في ذلك التشريع، قانون انتخابات غير قانون انتخابات، نجد النزعة الذاتية موجودة. نعم. إذن يقول السيد الشهيد أنه كل إنسان يريد أن يضع قانونا لا يمكن لهذا القانون أن يوفر العدالة بتساوي لكل المجتمعات البشرية، نحتاج إلى من يضع قانونا لا توجد له مصلحة شخصية في هذا القانون. من هذا الذي يستطيع أن يعطينا قوانين وتشريعات فيها عدالة مطلقة ولا توجد له مصلحة في هذه القوانين؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما فند النظريتين قال إذن البديل ما هو؟ هو النظام الإسلامي. عندما تحرك بهذا النظام، عندما تحرك بهذه النظرية كانت لديه عدة أطروحات كهيكل كهرم للدولة الإسلامية، حتى بزغ فجر الثورة الإسلامية في إيران وطرح السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه أطروحة ونظرية ولاية الفقيه
هذا ما أكد على أن السيد الإمام الشهيد الصدر كان يلحظ الإسلام فقط وفقط ولا يلحظ نفسه، وإلا وفق حساباتنا يعني المنطقية بدون أي نزعة ذاتية أبداً. شوفي، وفق الحسابات الطبيعية البشرية يعني عندما يكون يعني مفكر بهذه الضخامة بحجم ووزن السيد الشهيد محمد باقر الصدر، مرجع لا يشق له غبار، مفكر أشاد به السيد الإمام بشكل كبير، والسيد الإمام الخامنئي قال هذا نابغة يعني استثنائي بهذا المعنى، نعم. وهو مفكر إسلامي وفي نفس الوقت مجاهد وفيلسوف وإلى غير ذلك، بشكل طبيعي أن يكون كفؤ للآخرين، بشكل طبيعي أن يتحرك في عرض بقية العلماء والمراجع لا في طولهم، إلا السيد الشهيد محمد باقر الصدر قال ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام، وذاب السيد الشهيد الصدر بمشروع السيد الإمام الخميني دون أن يلحظ لكل المصطلحات التي يحملها مرجع مفكر فيلسوف وإلى غير ذلك، ولديه تسجيلات واضحة بهذا الاتجاه. إذن القضية أن السيد الشهيد كان يريد أن يبحث ليضع ثمة مشروع إسلامي وثمة حاكمية إسلامية للمجتمعات الإسلامية في أي مكان لا يهم. القضية الأخرى والمهمة، يعني ما كان يريدها بالعراق أستاذ جمعة منطلقا من العراق؟ بأي مكان يمكن أن تتحقق، بأي مكان يمكن أن تعول. لهذا عندما انتصرت الثورة الإسلامية رغم الظروف في القاهرة والكبيرة التي فرضت عليه وعلى كل أتباع أهل البيت في العراق وعلى الحركيين الرساليين من مجاهدين وغيرهم، وجدنا أنه في لقاءات بالمذياع يصل بكل وضوح وبكل شجاعة أنه مرتبط بهذه الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن السيد الشهيد، قضية أخرى أنه اليوم للأسف نعيش حالة التخندق القومي والمذهبي والطائفي في أجل صوره. صاحب المشروع الكبير لا ينظر إلى هذه التفاصيل، الإسلام وعدالة السماء وحقوق الإنسان قبل كل شيء، عابر لكل أطر قومية وجغرافية. اليوم لو السيد الشهيد موجود في ظهرانينا، القومية والتخندق الطائفي منو صنع لنا يا شلون تجسد بواقع؟ أحسنتي. أولا شوفي، السيد الإمام الخميني عندما بزغ الثورة الإسلامية ونجحت شخص مكامن الخلل في الأمة، هذه الصراعات البينية قومية فرس عرب طائفية سنة شيعة إلى غير ذلك، هذه أمراض معضلة في الأمة الإسلامية، يحاول العدو استكبار عالمي غير أن يشغل الأمة بصراعات بينية تحت شعار فرق تسد حتى يسيطر ويهيمن. ولهذا عندما جاء السيد الإمام تحرك حول المشتركات. السيد الشهيد الصدر كذلك شخص المرض العضال في هذه الأمة القومية، وإن كانت هي هوية لكن كما يقول الفقهاء للتعيين لا لتصحيح الاستعمال، مو حتى أميز قوم على قوم. الطائفية فد مدارس فقهية وفكرية، مو حتى أميز إنسان عن إنسان، حتى أواجه الاستكبار العالمي لا بد أن أتمحور. ولهذا السيد الشهيد الصدر عندما قال يا أبناء عمر ويا أبناء علي، بعض الطائفين من كل الجانبين جعل هنالك مؤاخذات على السيد الشهيد الصدر، لكن لأنه مشروع أكبر وأوسع وجدناه يتعالى على كل الهويات الثانوية هي في هذه الأمة. النقطة اللي تفضلت بها أستاذ جمعة راح أتوجه بها لسؤال الأستاذ كامل. أكو البعض يشكل على سماحة الشهيد الصدر، يقول كان شيعي أكثر من ما هو سني، وكان يكرس للشيعة أكثر ما يكرس للسنة. طيب هذا منافي ومجافي للحقيقة، ليش هذه الحملات التشويهية للشهيد الصدر؟ يعني أنا أعتقد أن الشهيد الصدر يعني شمس واضحة لا لا يعني لا تحتاج دفاعنا عنه، كونه شخصية وطنية، كونه شخصية إسلامية وشخصية إنسانية عابرة للحسابات المذهبية والطائفية لا يختلف عليه اثنان. السلطة أعدمت وكيل الشيخ عبد العزيز البدري، أبناء الطائفة في الموصل وفي محافظات سنية وفي مدن سنية لديه ارتباط وتواصل كبير معهم، خطاباته كانت تخلو من أي إشارة طائفية، حتى كتابة فدك في التاريخ جماعة مكاتب أجوا طلبوا منه يعيد طبعة الكتاب مطبوع بسنة 65 أو 64، ما قبل يعيد طبعة، يقول هذا الآن مو وقته، الآن وقت وحدة إسلامية واتفاقات وليس صراعات. فإذن هذه الرؤية رؤية واضحة بارزة، ولكن ماذا يريد أن يقول المتسافلون عن الشهيد الصدر حينما يريدون أن يسبوه ويشتموه؟ يبحثوا في كل المفردات السيئة لكي يجدوا مفردة،
لكن هي ماكو مفردة سيد من الشهيد الصدر فيلسوف فوق التفاصيل الصغيرة، قائد إنساني فوق المشاكل المحلية والإقليمية. أحد وكلاء نقلي قال سألنا عن فت قضية مختلفين بها إحنا يعني بيناتنا، وردنا من عند رأي أن يكون مع أحدنا أو ضد. قال أبنائي أنا أريد أحارب بكم الكفر العالمي، أنا أريد أقود بكم الإسلام إلى معارك كبروية، أنتوا تردون تجرون تدخلون بهاي المعارك الصغيرة. الكفر العالمي اليوم تمكن من بعض العقول في العراق وفي الأمة الإسلامية؟ لا لا بالعكس تماما، المشاريع الأمريكية تهافتت في المنطقة، ضعفت، لا أقول أنها انهارت ولكنها فشلت. لو نريد ناخذ مشروع التطبيع، لو نريد ناخذ مشروع الديانة الإبراهيمية، لو نريد ناخذ مشروع تفتيت دول المنطقة وتقسيمها اللي جاءوا بجماعة بوش رامسفيلد و دونالد رامسفيلد وزير الدفاع، وقالوا أنه نريد دولة درزية ودولة كردية ودولة سنية بشكل علني. بايدن على العراق قال نريد ثلاث دول. هذا المعنى معنى من الناحية الواقعية حاولوا يعملوا، فجاء رد الفعل أن فصائل المقاومة الموحدة اليوم الأمم الإسلامية أصبحت تعطي لنفسها فرصة التوحد أكثر من فرصة الانقسام والانشعاب. والدليل نشوف موقف موحد من اليمن وسوريا ولبنان وإيران، موقف الأمة هذا موقف واضح جدا في إثبات فشل المشاريع الأمريكية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية قبل 30 سنة ست فراح، احنا موجودين انا وسعد ومثلنا هم شباب بالجو السياسي، تواجه حلف وارشو، حلف الاتحاد السوفيتي ونصف العالم، اليوم تتصارع مع عشيره يمنيه اللي هم الحوثيين وتفشل. صحيح. في تحقيق انجاز، يعني ماذا تريدين من التصاغر والفشل اكبر من هذا؟ ان امريكا وبريطانيا. صحيح. واسرائيل تريد ان تمرر سفنها في البحر الاحمر فتعجز. صحيح. وتفشل. اذا نحن امام متسع يتآكل فيه الأعداء وينمو فيه الأصدقاء، يأخذون من مساحة الآخر ويستقون. إحنا قبل سنوات الفلسطينيين يعاركون الدبابة الإسرائيلية بالحجارة. صحيح. اليوم يعاركوها بالصواريخ وبالسيارات ودعم دولي ودعم غربي. لا هم صاحبين المبادرة. إذن هذا مو بس دليل على فشل، فشل من جهة ونجاح من جهة أخرى. ولذا أنا عجبني جدا شعار أحد التظاهرات يعني في الكيان الصهيوني في المناطق الفلسطينية، إسرائيل زائلة فلسطين منتصرة. هاي تختصر الجهد. يعني فلسطين الآن مو قضية جغرافية، مو مساحة القدس لو مساحة المسجد الأقصى، لا هي قضية إسلامية عالمية إنسانية. نعم. أخلاقية، ترفع شعار الخير يقابلها من يرفع شعار القتل والتدمير والإبادة. أستاذ جمعة، إذا إرث فكري عقائدي جهادي إسلامي كبير الشهيد الصدر، اليوم كيف نستطيع استثمار هذا الإرث تطبيقه على أرض الواقع؟ ابتداء السيد الشهيد الصدر هو مجدد بكل ما للكلمة من معنى. شوف في درسنا في الحوزة العلمية كتاب السيد الشهيد دروس في علم الأصول 3 حلقات. نعم. السيد لديه رؤية عجيبة، يعني رؤية استثنائية بكل المقاييس. يقول في هنالك ثمة فجوة في هو ما بين المصطلحات التي وضعت قبل قرون من الزمان وما بين حاجتنا إلى مصطلحات جديدة. يعني الإنسان الطالب العلم عندما يدرس المصطلحات القديمة لا يمكن أن يفهمها، يعني طبيعة المصطلحات كانت تتزامن مع طبيعة الظروف الفكرية والعلمية في ذلك الوقت، الشيخ المفيد الطوسي وإلى غير ذلك. ولهذا وضع دروس في علم الأصول فيه تجدد واضح جدا، ولهذا ملأ منطقة فراغ في المفاهيم وفي المصطلحات. حتى هذه اللحظة قائمة الآن في الحوزات العلمية، مو فقط في العراق، في كل حوزات أهل البيت في العالم يدرسون فكر السيد الشهيد في أصوله. التفسير مثلا عندما أوجد تفسير موضوعي، كلنا نقرأ تفاسير المسلمين وتفاسير علمائنا يبدأون بشكل تراتبي بالتفسير الطبيعي. السيد الشهيد وضع التفسير الموضوعي، قال القرآن فيه موضوعات مختلفة ومتعددة، لماذا نحن نأخذ التراتبية في قضية التفسير؟ لماذا نأخذ الموضوعات التي تحتاجها الأمة أو إشكاليات للأمة؟ يعني ايش تقصد بالتفسير الموضوعي؟ يعني أخذ موضوع معين على سبيل المثال وأفسر على سبيل الآن غزة، زين، وطبيعة المواجهة، أذهب إلى القرآن، عندي موضوع، أذهب إلى القرآن أجد عشرات الآيات القرآنية التي ماذا تتحدث عن
الظروف الموضوعية التي نعيشها في غزة وغيرها من موضوعات أخرى يحتاجها المسلم. هنا الموضوع موجود وتذهب إلى القرآن لتأتي بالآيات القرآنية التي تفسر هذا الموضوع. واضح شلون؟ أكو قضية تغيير في يعني مصدر القرآن الكريم. مصدر القرآن الكريم، مو أنا أذهب للقرآن وأبحث عن القرآن ما فيه، لا عندي موضوع خارجي وأذهب إلى القرآن وأفسر هذا الموضوع الخارجي بناء على الآيات القرآنية. إذن هنالك ثمة تجديد في 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 الحوزة العلمية أوجده السيد الشهيد. نعم. السيد الشهيد بكل وضوح أقولها مظلوم بعد سقوط النظام أكثر من ظلامته قبل سقوط النظام البعث. أحسنت. ليش مظلوم؟ لأنه في زمن النظام، نظام عدو، عدو للإسلام، عدو للمسلمين، عدو لأتباع أهل البيت، عدو للعلم والعلماء، أمر طبيعي. يعني شو ننتظر من عنده؟ كنا نتمنى بعد سقوط النظام أن يعني تهرع كل المؤسسات العلمية والفكرية والأكاديمية لدراسة فكر السيد الشهيد الصدر. كنا نتمنى أن يكون السيد الشهيد الصدر هو الإيقونة الأولى في العراق على صعيد الرمزية الجهادية والفكرية والفلسفية. كنا نتمنى مثلا السيد الشهيد الصدر ضاع ما بين قوى سياسية ترفع شعارات أنهم يمثلون امتداد طبيعي لفكر السيد الشهيد الصدر، لكنهم لم يطبقوه على أرض الواقع، مو فقط في السياسة حتى على مستوى المجتمع. زين، هذا جذور العدو موجودة لو إهمال من القوى السياسية والعقائدية. أكو, أكو 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 حالة من التسارع على الصعيد السياسي، من التسارع للدخول في السلطة على حساب المباني. شوف السيد الإمام الخميني، شوف شلون نتعلم من مراجعنا علمائنا. لديه مشروع، وهذا المشروع قدم من أجل تضحيات مئات الآلاف من الدماء. وعندما قيل له من هو المسؤول عن هذه الدماء أمام الله يوم القيامة، قال أنا مسؤول أمام الله عن هذه الدماء. السيد الشهيد أيضا مشروع الفكري والسياسي والاجتماعي قدم من أجل تضحيات جمة، مو ترف سياسي. زين، لما السيد الشهيد يعرف أنه ذاهب باتجاه حاكمية الإسلام، يعرف بأن العراق قادر على أن يتحول إلى دولة إسلامية على مستوى النظم، على مستوى التشريعات، ولكن بعد سقوط النظام لم يتحدث أحد. ماذا قال الإمام الخميني؟ قال نحن وإياكم وفق مبدأ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أيها الغرب، أيها الشرق، أنتم تتحدثون وتتباهون بالديمقراطية، أنا أقبل لكم أن نتحاكم بالديمقراطية. أنا أريد نظام إسلامي وأنتم تريدون الليبراليون والعلمانيين نظام لا إسلامي. من هو الفيصل؟ الشعب هو الفيصل. حصل استفتاء في داخل إيران، ماذا يريد الشعب الإيراني؟ نظام إسلامي، حاكمية الله، لو حاكمية الليبرالية والعلمانية. صار استفتاء، الشعب الإيراني قبل بالنظام الإسلامي. بالعراق بعد الاحتلال لم يضغط القوى السياسية التي تمثل امتداد لفكرة السيد الشهيد الصدر، لم يضغطوا على الاحتلال أو غير الاحتلال أو شركاء من القوى الأخرى على أساس أنه نستفتي على شكل النظام. يعني تطبيق مبدأ الديمقراطية ما لجأت للقوى. أس الديمقراطية أبجدياتها ما طبقت. هذا على مستوى القوى السياسية. على مستوى النخب أيضا انشغلنا بقضايا جزئية وتفاصيل حياة يومية على حساب المشروع الذي جاء به السيد محمد باقر الصدر. ولهذا تشوفين الجيل الجديد اللي عمره 20-25 سنة. وأكو قضية أخرى بصراحة، تم تقديم المفضول على الفاضل. يعني تلاميذ السيد الشهيد الصدر بعضهم أصبحوا وهم يتباهون، ميزتهم الكبرى أنهم تلاميذ السيد محمد باقر الصدر، تحولوا إلى رقم واحد والسيد الشهيد إلى رقم الثاني. اللي هو من حيث الذكر والمعلم. هو أستاذهم والمعلم، يفترض يبقى هو الرمزية الأكبر. لكن لأننا لم نشتغل على مستوى نخب، على مستوى أكاديميين، على 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 تثقيف شعبنا ونخبنا ومجتمعنا على أهمية. نعم. ورمزية السيد الشهيد الصدر، لهذا ظلم أكثر من مرة. طيب سادة الأكارم وضيوف الكرام، اسمحوا لي أن ننتقل وإياكم ونطلع على أبرز ما جاء في منصة إكس حول ذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية بنت الهدى قدس الله سرهما الشريف وسقوط النظام البائد. لنتابع. We'll be right back.
جديد أهلا بكم، أرحب بضيوفي من جديد، حياكم الله. أستاذ أهلا وسهلا. أستاذ كامل، 9 نيسان ذكرى انتهاء الدكتاتورية من العراق وسقوط الصنم، لماذا اختلف العراق عام 2003 وبعد عام 2003؟ بالحقيقة يمكن القول أن الاختلاف الذي حصل في الحالة العراقية اختلاف بنيوي جذري، يعني قاعدة من القاعدة الأساسية. نعم. كان هنالك حاكم يقول إذا قال صدام وقال العراق، وجاء شعب انفتحت عليه فرص الحرية وفرص الإعلام الحر وفرص التوظيف والتعيين والعمل والاقتصاد والسفر والتحويل بشكل مطلق. أصلا يعني لا توجد ضوابط حتى، ما أدري يتفقوا يا شيخ، يعني أكثر من اللازم. إذن هذا التحول الكبير الذي حدث هو ببركة دماء الشهداء أولا، وبسعي القوى الإسلامية والوطنية، هذا الذي نعيشه اليوم لم يكن ليكون لو مشت أمريكا بمشروعها ونجحت به. أمريكا جاءت بمشروع إفساد الأخلاق، إفساد الدين، تفتيت المنطقة، تحويل الكيان الصهيوني إلى دولة عظمى في المنطقة بعد أن تتفتت الدول الكبيرة مثل العراق وسوريا وتركيا وإيران، وتصبح القدرة العظمى لكلب حراستهم اللي هو الكيان الصهيوني ينفذ لهم ما يريدون. بعد أيام قليلة من سقوط النظام كانت مناسبة دينية، زيارة الأربعين، ظهرت زيارة الأربعين لأول مرة بشكلها المليوني بعد سقوط النظام مباشرة. صحيح. إذن المشروع الأمريكي أراد أن يغير النظام، رأس النظام، حتى يأتي بنظام جديد ربما لا يختلف كثيرا عن نظام البعث، ولكنه نظام ينسجم مع المنظومة الغربية. فأجابه الشعب العراقي بأن هويتنا هوية دينية، هوية إسلامية، وهذا يعني أنا أعتقد من بركات النظام البائد. كان لها مشروع يجيبون شخص مثل المقبور صدام لدفة الحكم؟ الأمريكان ما عندهم مانع يسوون أي بديل، والبدائل اللي كانوا جايبينها أولا بدأوا بمشروع غارنر، حكومة عسكرية. نعم. مستشارين، وغارنر هو رئيسهم، شافوا الأجواء ما تسمح بهذا، علنوا أنه وجودهم بالعراق وجود احتلال، وعينوا بريمر حاكم مدني وسووا مجلس حكم استشاري. المرحلة الثانية أرادوا أن يعطوا الحكومة لأياد علاوي، وفرضوا أياد علاوي في الحكومة الانتقالية الأولى، وطلبوا من أياد علاوي أن يشكل لجنة لكتابة الدستور. القوى الإسلامية والوطنية والمرجعية الدينية رفضوا وقالوا يجب أن يكون هنالك شخصيات منتخبة، فجاءوا بشخصيات من الجمعية الوطنية اللي هي منتخبة. نعم. وشكلوا. إذن المشروع الإسلامي والمشروع الوطني اصطدما مع المشروع الأمريكي، وأصبحت هنالك حالة تزاحم. هذا التزاحم والتصادم والاختلاف انتهى بخروج القوات الأمريكية وإبقاء عدد قليل إن شاء الله أيضا يجوا وقطرتهم سريعا. إذن إحنا أمام مشروع منتصر، مشروع يأخذ من شطان الآخر، يعبر عن هويته بشكل واضح وصريح. الكيان الصهيوني اليوم فقط عدد الضربات اللي وجهتها فصائل المقاومة الإسلامية للكيان الصهيوني 5 ضربات في كل يوم، كانت ضربة أو ضربتين، اليوم 5 ضربات. إذن هذا التنامي في القوة، وهذا التنامي في القدرة، وهذا التنامي في وضوح الهوية الوطنية والإسلامية، هو كله انتصارات ببركة دماء الشهيد الصدر والشهداء. نعم. وأخذه العلوي. أستاذ جمعة، أكو بعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة إنستغرام وتيك توك فيسبوك يمجدوا لك بالنظام المقبور بشكل وكأنما كان نظام الأحلام، شنو اللي أنت انطباع لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الفتية أن يتبعوا هذا المسار وهم ما يعرفون أي شيء عن النظام المقبور؟ نحن الذين أعطينا انطباع أو صنعنا الانطباع، نحن أقصد كفعاليات سواء كانت سياسية أو غير سياسية، تعاطينا مع نظام البعث بأكثر من إنسانية، وبالتالي وكأنما نخجل أن نظهر للرأي العام العراقي للشباب الجديد حجم الجرائم التي قام بها البعث. أنا دائما عندما أنظر إلى غزة وما يحصل فيها من إبادة جماعية، البعض يقول قل نظيرها إلا في العراق، فإن الإبادات الجماعية، إبادات جماعية التي قام بها نظام البعث المقبور المدعوم من كل الدول الغربية وأمريكا وغيرها، حصل في العراق إبادات جماعية تفوق عشرات المرات مما يحصل في غزة. بس خلينا نكون منصفين، هو العراق وين لحق من تنظيم القاعدة للتفجيرات للاستهدافات للتكفيرين من السعودية والفتاوى اللي كانت تصدر بحق الشيعة من العراق،
ولا حق العراق يعني حتى يبين هذه الجرائم؟ لا لحق العراق، لحق، لأنه الجرائم ما تحتاج إلى بحث، الجرائم هي تفصع عن نفسها. ما تركه النظام المقبور من وثائق وأدلة وأفلام ومقاطع التي يتباهى بها أمام العالم كله، تكفي لأن نصنع منها بحجم مدينة هوليود لصناعة رأي عام لعراقي شباب جديد يمكن له أن ينظر إلى ما يحصل من بشاعة. الآن تلاحظين 2003 مباشرة لو لحد الآن خلال عقدين من الزمان، أقول على صعيد التوثيق تغافلنا وانشغلنا ببهجة وفرح بأن النظام سقط ونبدأ مرحلة جديدة. اثنين، شعار أم ولد الذي رفعه السياسيون الشيعة على حساب ضحايا نظام البعث. يعني على سبيل المثال، تعرفين الآن في مؤسسة الشهداء يعني تقريبا أقل من 70,000 شهيد فقط لهم رواتب تقاعدية، بينما مئات الآلاف من زمر البعث يتقاضون رواتب تقاعدية. حتى سنوات القمع التي قاموا بها بقتل أبناء الشعب العراقي وأتباع أهل البيت احتسبت لهم خدمة يتقاضون من أجلها رواتب. كل الامتيازات التي وهبها نظام البعث إلى أتباعه بقيت على حالها، لم يحاسبهم أحد. وهكذا نزلنا إلى مرحلة وين هيئة المساءلة والعدالة، وين بدأنا بالتنازل. ليش أقولش بدأنا بالتنازل؟ بدينا حتى قانون المساءلة والعدالة نزلنا إلى حد وصلنا إلى مجرد شعار ليس أكثر. مجرد، وحتى هذا الشعار الآن البعض من البعثيين المشاركين في العملية السياسية يطالبون بإلغاء المساءلة والعدالة من أصلها. يقولون بدأنا مرحلة جديدة ومرحلة انتقالية ولا بد أن نلغي هذا المفهوم. ليش؟ لأن يمثل وصمة عار في جبينهم. فإحنا من باب على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الدراما، على الصعيد الفكر، على صعيد المناهج الدراسية، بالأمس يا دوب إحنا خلينا فد منهج بالجامعات يدرس جرائم البعث. فعندما يأتي جيل ويجد القاعدة وداعش والمحاصصة والصراعات وغير ذلك، ويسمع بنظام قوي مستبد كذا إلى غير ذلك، تجيد من البصرة إلى بغداد آمنة معرف إيش، بالتأكيد وين يقارن. لكن عندما لو أظهرنا طبيعة مستوى الجرائم التي قام بها نظام البعث هو عبارة عن داعش بشكل مؤسساتي، داعش بشكل مؤسساتي، مو أقل من ذلك. ولهذا اعتقد نحن جزء من هذا السبب اللي نتحمله امام هذه الاجيال اللي بعد سقوط النظام وحتى في منتصف التسعينات. استاذ كامل، نستطيع التصحيح لو ما نستطيع؟ واليوم اكو قيادات بعثيه مجرمه في الحكومه العراقيه؟ وبصراحه يعني بصراحه حزب البعث امتد في كل مفاصل المجتمع والمؤسسات والجيش والدفاع والداخليه، وهذا امر واقع. يعني جاء النظام الجديد، لا هو امتداد عن امتداد يفرق. اسمحي لي امتد أفكك. المراكز الحساسة لو امتد بشكل، خليني أفكك بسيط. من الناحية الواقعية جاء النظام الجديد ولا يوجد ضابط بالمعنى الأكاديمي كبير لا من الكرد ولا من الشيعة المعارضين للنظام. أي؟ والمنظومة العسكرية كلها من جهة معينة واحدة وأكثرها من الموالين لصدام. انت لما تجي تتواجدين بالواقع وتريدين تبنين جيش على انقاض هذا الجيش، اكيد راح تحتاجين هذا العميد وذاك المقدم وهذا اللواء وهذا الفريق. من الناحيه الواقعيه ادارات الدوله كلها ما عندنا، لا الشيعة ولا الكرد عندهم سفير ووزير وقنصل، ما عندهم حتى العمل القنصلي ما يعرفون. الأكراد والشيعة هاي القامات العلميه والعمليه عزت حتى تجيب واحد بعثي مجرم. هسه تحكين الان لم يعد حزب البعث يشكل تهديد امني. هناك الآن موجات من التثقيف على أفكار البعث، دعايات بائسة لا أعتقد أنها تتحول إلى قوة سياسية مؤثرة. نعم، حاول أياد علاوي جمع نواب يعني بعناوين البعثيين وحصل على مقاعد نيابية، ولكن انتكس هذا المشروع وفشل. والآن أياد علاوي إذا يرشح يفوز بمقعد له مقعدين، كان قبل 25 مقعد، صحيح 25 عراقية وكذا. إذن نحن أمام مشروع متآكل، يعني متهافت، نار تبدأ تخمد. تآكل من داخل العراق لو الأموال الخارجية لدعم البعث المقبور انتهت. الأموال تحاول أن تجد بديل، تحاول أن تحدث ضوجاء. شوفي ست فراح، إحنا عندنا في محيطنا العربي والأقليمي 400 قناة روتانا، 112 قناة MBC.
هذول ايش يسوون؟ ايش يشتغلون؟ ملايين المواقع من الانترنت والفيسبوك كلها تحارب حاكمية الشيعة، كلها تحارب بقاء الشيعة في حكم العراق، كلها تحارب علي ولي الله في التلفزيون. احنا لا نتخيل المعركة يعني بس عسكرية او بس امنية، بس ودونا واحد مفخخ وفجروا، لا، هم يردون يقتلعوننا من الجذور. لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، بس بالرغم منهم احنا صامدين، منتصرين، متقدمين، في كل يوم نأخذ موقع جديد، في كل يوم نحتل مساحة جديدة، وهو صراع ما يعيبنا أن نخسر شهداء مثل سيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، مثل الشهيد سليماني، مثل الشهيد أبو مهد منز، الشهيد عبد الزهر عثمان. نقدم شهداء أكبر أبطال مثل حركة الأنبياء، الكافرين الكارثين يقطعون نبي بالمنشار الله يبعث لهم نبي آخر، يحرقوا الله يبعث لهم نبي آخر. هذا طريقنا ماشي وماضي، وإحنا الآن بالحقيقة في مرحلة الانتصار. الآن بدأ العالم يفهم الحقيقة، يفهم اللعبة، يفهم من هم الشيعة، يفهم ما هو الإسلام، وإن شاء الله تعالى هذا التنامي مستمر. أستاذ جمعة، اللطم للشيعة والحكم للسنة، وهذه نسمعها كثيرا بالأوساط السياسية والأوساط الشعبية، ليش يعني؟ يعني مدى أفهم ليش الشيعة لللطم والسنة للحكم؟ ولا ذاك الزمان بعد سقوط النظام المقبور، كانت قبل سقوط النظام كانت المعادلة واضحة معروفة، أنه مجموعة من العصابات الإجرامية، صدام ومن لف لفه، جماعة حنين ومن لف لفها، مقابل أقلية يساوي الحكم في العراق، انقلاب عسكري زائد أقلية يساوي الحكم في العراق. هذه المعادلة السابقة كانت. الآن القضية انتهت، الآن بالعكس، الآن الكل يشعر بأنه في العراق أكو حاكمية شيعية، مو بالمعنى الفقهي الإسلامي لكن بالمعنى المجتمعي، لأنه يمثل انعكاس لغالبية المجتمع العراقي. تذكرين عدنان الدليمي بأول أيام سقوط النظام كيف كان يتحدث عن بطائفية المقيتة، لا نريد أن ندخل في تلك يعني كما يقول الرسول الأعظم إنها نتنة فلا تتحدثوا بها، لكن يتحدث بهذه الطائفية، يريدون أن يلغوا أن المجتمع العراقي تمثل غالبيته هم من الشيعة. هي هنا النقطة، ليش؟ هذا الشيعي مو أخوك، مو شريكك بالوطن، هذا الشيعي مو راح دافع لك من هجم داعش عليك في المناطق الغربية وفي موصل، يعني هو هنا السؤال ليش؟ هؤلاء الآن أصبحوا منبوذين. شوفي كل إذا تلاحظين 90% من السياسيين الطائفيين اللي كانوا يرفعون الشعارات عام 2005 و2006 شعارات طائفية، الآن هم إما في المتحف التاريخ أو الآن هم خارج العملية السياسية، حتى من داخل مجتمعاتهم في محافظات الغربية نبذوا، لم ينتخبوا. أجى جيل جديد من الشخصيات العشائرية والوطنية السنية اللي الآن تمثل ثمة نسيج سياسي إلى حد ما مقبول رغم الخلافات السياسية، لكن مو على أساس بعد طائفي. إذن أكو حمولات خلال 100 عام من عمر الدولة العراقية بالتأكيد تنعكس. أنا أتذكر كلمة سيد مسعود برزاني يقول من جيل كتبنا الدستور الشيعة والكرد استحضروا الماضي، نخاف من الماضي يعود لنا من جديد. ماكو مانع الأمريكان يجيبوا لهم حاكم عسكري، وبدأوا يتحركون بأيام تشرين وغيرها، وتحدى ريعة انقلاب وتوفير العدالة وليحكم العراق. فكنا عندما كتبنا الدستور الماضي بكل مآسيه، حلبشة والأنفال والمقابر الجماعية في 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 جنوب العراق كانت حاضرة. السنة يخشون من المستقبل اللي كان 100 عام من عمر الدولة العراقية، فضلا عن 400 عام من الحكم العثماني في العراق، ما أعرف وين مصيري. إذا أكو فد مرحلة انتقالية، الآن الوضع تغير. بعد داعش رغم أنها أكبر مأساة لكنها تحولت إلى نعمة. ليش؟ لأنه حتى المغرر بهم شعروا بأن أبناء جلدتهم هم الشيعة أخوانهم، وهذا ابن جلدته اللي يدعي أنه سني هو أكثر بطشا على أبناء محافظته من غيره. يعني هذا تغيرت المعادلة، والعراقيين توحدوا. يعني هذا تحولت التحديات إلى فرص. وحتى عندما بعض الطائفيين طالبوا بانسحاب الحشد الشعبي من المناطق السنية، انبرى رجالات العشائر في الأنبار وفي نينوى، قالوا لا نسمح، لأن الحشد الشعبي يمثل ضمانة
إذا نحن ذاهبون بالاتجاه الصحيح باتجاه مؤسسة الدولة وباتجاه عملية سياسية تمثل كل الطيف العراقي. طيب أستاذ كامل، اليوم شلون نقدر نشتغل على عقول الشباب المغرر بهم حاليا، اللي يجي يمدح لك بالمقبور صدام ويقول لك والله صدام يشرف هذه الحكومة وصدام يشرف الشعب العراقي وينزل صور، وشفناها في حفلة التخرج لأحد الطالبات خلت المقبور صدام على رأسه وأصبحت ضجة وترند على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم شلون نستطيع قيادة حملة تثقيفية وتوعوية بجرائم البعث؟ يعني هذا سؤال كبير بصراحة وهو سؤال مهم. أولا أعتقد أن المسؤولية جماعية، مسؤولية جماعية بمعنى أن مؤسسات الدولة، مؤسسات الإعلام الرسمي والإعلام الأهلي، المساجد والأئمة والخطباء، المدرسين والإعلاميين والمدارس، كلها تضطلع بأداء هذا الدور، كلها عليها واجبات تخص العمل بهذه النقطة. البعد الآخر البعد التخطيطي، يعني يجب أن تكون هنالك استراتيجية إعلامية للدولة العراقية. إحنا ليش نختلف فالح الفياض تصافح ويا هذا الشيخ الدليمي، صارت ضجة، الشيخ الدليمي إرهابي رجع، لو سياسي رجع والدولة احتضنته، وين سياسة الدولة؟ ايش تنطيني من موقف لو أعرف سياسة الدولة؟ أعرف أن هذا خطأ لو صح. بس الأردن الآن، الأردن الدولة وين ماشي؟ الأردن الآن بلد شقيق، بلد شقيق وصديق، وإحنا نساعده بالنفط، لو هو بلد عدو يحتوي البعثيين ويستقبل قادة الإرهاب ومن خلاله يتسربون إلى العراق. عدم وضوح سياسة إعلامية واضحة للدولة العراقية تجعل الكثير من المفردات غائبة. أنا أعتقد الآن الأخوة بدأوا يتلمسون هذا الطريق، وأنا أبارك للأخ الأستاذ كريم حمادي قيادة الشبكة لأنه بدأ يتحدث عن رؤية، رؤية غير موجودة للأسف في كثير من الأجهزة، مما تجعل الطرح العام للدولة العراقية ضبابي، غير واضح المعالم، غير محدد. أنا أعتقد أن تعبئة جميع الطاقات، الشعور بالمسؤولية التضامنية من الكل، يعني من إمام المسجد إلى مدير الفضائية إلى مقدمة البرامج إلى الإعلامي والثقافي، الكل يتضامنون ووفق خطة ممنهجة مخططة وفق رؤية استراتيجية، أعتقد نستطيع أن نكسب شبابنا ونضمن المستقبل. وإذا صار أن هنالك بعض المتهافتين، بعض المتساقطين، بعض الذين يعني يسقطون في شباك الغرب وفي شباك الأعداء، فهو الذئب يأكل من الغنم القاصية، هذا طبيعي، أمر أن نتحمله وثمن يجب أن ندفعه. أستاذ جمعة باختصار لو سمحت، يستطيع العراق استرداد المطلوبين من المجرمين البعثيين في الأردن وفي غير دول ولا؟ يعني بناء على سياسة السيد السوداني الحالية اللي طرح شعار الدبلوماسية المنتجة، يقول بأننا لا يمكن أن نعطي للدول الجوار أو غير دول الجوار بلا مقابل. الأردن مستنقع كبير لفلول البعث ولكبار الفاسدين وحتى الإرهابيين، ونعطي الأردن بأسعار يعني منخفضة جدا، تفضيلية، هذا أمر غير مقبول. وكذلك بالنسبة لبقية الدول، هذا الموضوع إذا تم التحرك به بجدية بالتأكيد الدول تبحث عن مصالحها. وكلما كان العراق مستقر أكثر كلما يئس الذين كفروا من دينكم، كلما يضطرون إلى أن يتعاملوا بواقعية مع الدول العراق. شكرا جزيلا رئيس مركز أفق للدراسات الاستراتيجية الأستاذ جمعة العطواني، نورتنا وكل عام وانت بألف خير إن شاء الله. نسأل الله لك عيدا مباركا. الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ كامل الكناني كل عام وانت بألف خير، نورتنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا ومتابعينا، ختام حصادنا يلخص أبرز الأخبار المحلية لهذا اليوم. الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الإيراني دعم جهود تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. وزير النقل يعلن عن مصادقة المحافظة السابعة على المسارين السككي والبري لطريق التنمية. وأمانة بغداد تستنفر كوادرها لتنفيذ خطة عيد الفطر وتكشف عن تنسيق مشترك مع الداخلية للحد من الظواهر السلبية. وأخيرا مديرية الدفاع المدني تصدر جملة من الوصايا والإرشادات الخاصة بالمناطق الترفيهية. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.